احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات قلب يسوع الأقدس للاتين في منطقة تلاع العلي غرب العاصمة عمان بتجديد الوعد الكشفي وإطلاق شعارها الجديد خلال قداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب علاء مشربش، عاونه الأب مروان حسان والشماس الإنجيلي جبران سلامة، بحضور الأخوات الراهبات وعددا من قادة المجموعات الكشفية في الرعاية المشاركة وجمع كبير من فعاليات الرعية وأبنائها، فيما أحيت ترانيم القداس جوقة الرعية بقيادة المرنم فارس عباسي. وقال الأب مشربش إن هذا الاحتفال يأتي كل عام بمثابة شكر لله ولأجل صقل الكشافة على العمل المخلص بصدق وإيمان. تلا ذلك إلقاء العديد من الكلمات من قائد الكشافة غسان أبو منة وقائدة المرشدات دانا حداد. وفي ختام الحفل أعلن الكشافة بصوت واحد وعدهم الكشفي للعام الجديد وسط أهازيج وأفراح الرعية.